مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 8 من يوليو أكدت العلامة التجارية الفخرية لمجوهرات فريد اختيار جين سفيرا لها. مايسون فريد تسر بالإعلان عن سفيرها العالمي جين، عضو أيقونة البوب للقرن 21 BTS. شخصيته تجمع بين الاهتمام العميق والالتزام الكامل مع ابتسامة دائمة وحس فكاهي رائع، فهو عاشق للحياة وهذا يجسد روح علامة فريد بشكل مثالي. تعاونه مع صانع المجوهرات الخاص بنا يعد تألقا فريدا من نوعه. أعرب فاليري سامويل نائب الرئيس والمدير الفني لمجوهرات فريد قائلا: طاقته المتألقة وخصاله الفنية، قيمه ومعاييره العالية تدفعه باستمرار إلى التفوق، مما يتناغم بقوة مع قيم دارنا ومؤسسها فريد سامويل الذي يشاركه التفاؤل الدائم وحب الحياة. وأضاف جين عبر حسابه: يسرني أن أكون جزءا من عائلة العلامة التجارية فريد كسفير عالمي. يسعدني ويشرفني حقا أن أكون سفير العلامة التجارية العالمية للمجوهرات الراقية الفرنسية مايسون فريد. أرجو تطلعكم إلى الأنشطة الجديدة والمتنوعة التي سأعرضها معكم مستقبلا. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.